السلام عليكم. بعد الزيارة اللي قام بها رئيس تاع الكاف إلى ملعب براقي وكذلك ملعب دويرة، عبر هذا الأخير عن ارتياحه التام وإعجابه الكبير، يعني انبهاره بتصميم تاع ملعب التحفة، ملعب براقي. وحقيقة ملعب براقي يعتبر مش واحد من أكبر الملاعب في العالم، لكن واحد من أجمل الملاعب في العالم، خاصة الألوان الجميلة التي تزين بها الملعب. وسوف تكون لنا إن شاء الله فيديوهات من عين المكان. السلام عليكم.